معنا الآن من لندن مراسل بي بي سي عصام عكرماوي، من جو مطر للغاية في لندن اليوم أيضا. أهلا بك ومرحبا يا عصام. موجة جديدة من الإضرابات والتوقيت حرج للغاية. هذا التوقيت مقصود، وهو الهدف منه الضغط على الحكومة كي تحاول أن تبحث عن حل وسط مع النقابات التي تمثل آلاف العاملين في شبكة القطارات في إنجلترا وويلز. هذا ليس الإضراب الأول من نوعه، ولن يكون الإضراب الأخير من نوعه. هناك سلسلة إضرابات جرت في الأشهر الماضية، ومتوقع أن يكون هناك إضرابات أخرى أقربها يوم السبت المقبل، أي بعد أسبوع من الآن. النقابات تقول أن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى تآكل الأجور، كما أن ظروف العمل أصبحت غير مريحة، خاصة وأن الشركات التي تسير القطارات قررت إلغاء ما يسمى بالساعات الإضافية للسائقين بالتحديد، وهذا أمر مزعج لأنه يعني أن الدخل سيكون أقل من الدخل المتوقع. في على ضوء كل هذه الجملة من الإشكاليات بين النقابات وأرباب العمل والحكومة، هناك ثلاث أطراف في هذه المفاوضات، لكن حتى الآن كل المحاولات للتوصل إلى حل وسط وصلت إلى طريق مسدود. هناك اتهامات مباشرة من النقابات للحكومة بأنها غير جادة. الحكومة تقول إن الأولوية هي تخفيض نسبة التضخم، لذلك فإن زيادة الأجور ستؤدي إلى ارتفاع التضخم من جديد، والأرقام الأخيرة تشير إلى انخفاض نسبة التضخم إلى أقل من 10% لأول مرة منذ فترة. لذلك يعني هذه الأمور تراوح مكانها، مطالبات من النقابات وسائقي القطارات ورفض من الحكومة، وإن كان الحكومة تقدم بعض المبادرات بعض التنازلات هنا وهناك، إلا أن نقابات العمال تقول أن هذه التنازلات غير كافية. الأمر الآخر يجب الإشارة إليه أنه كان من المقرر أن يكون هناك إضراب لقطار الأنفاق في لندن يبدأ الأحد أي غدا، لكن ما نعرفه حتى الآن أن هذا الإضراب تم تعليقه بناء على التوصل إلى تسوية من نوع ما، لذلك لن يكون هناك إضراب لقطار الأنفاق في لندن. شكرا لك جزيل الشكر الزميل عصام عكرماوي مراسل بي بي سي في لندن.